رئيس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم. وعقب الجلسة أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء بالتصريح التالي: في مستهل الجلسة أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بزيارات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى الموفقة في مضمونها وتوقيتها وأهدافها إلى كل من المملكة العربية السعودية الشقيقة، وبمباحثات جلالته خلالها بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية وإلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، وبمباحثات جلالته مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، مؤكدا سموه أن هاتين الزيارتين تؤكدان على التنسيق المشترك والحرص على تبادل وجهات النظر والتشاور حيال مختلف القضايا الراهنة وبخاصة تلك التي تتعلق بأمن واستقرار المنطقة. بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بإدراج احتياجات تطوير قرية الدراز والقرى المجاورة لها على الجدول التنفيذي لمشاريع الحكومة وبرامجها التنموية، وكلف اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بمتابعة ذلك. بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات والموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر بشأنها ما يلي: هذا وقد بحث مجلس الوزراء الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017-2018، وبحث أيضا تعديل بعض التشريعات القانونية والنظم الصادرة وأصدار تشريعات قانونية جديدة لتنظيم تحصيل الإيرادات وضبط المصروفات وفقا للتقديرات المحددة في ميزانية السنتين الماليتين 2017 و2018، ووافق على إحالة مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017-2018 إلى مجلس النواب وفق الإجراءات القانونية والدستورية مرفقا به بيانا بالوضع المالي والاقتصادي. وقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن تكون من أهم الأسس الرئيسة للميزانية هي عدم المساس بنفقات الرواتب الأساسية والزيادة السنوية للمواطنين والاستمرار في دعم المواطنين الأكثر استحقاقا لبرامج الدعم الحكومي، بالإضافة إلى توفير الخدمات الرئيسة ذات الأولوية للمواطنين. كما وجه سموه إلى الاستمرار في مبادرات تنويع مصادر الدخل وخفض المصروفات التشغيلية في جميع الوزارات. ووفق مشروع قانون الميزانية الذي وافق عليه مجلس الوزراء، فقد بلغت الإيرادات المالية المقدرة في العام 2000
17 بنحو 2,200,000,000 دينار، منها 1,700,000,000 دينار إيرادات نفطية وحوالي 500,000,000 دينار إيرادات غير نفطية. أما المصروفات العامة فقد قدرت بنحو 3,500,000,000 دينار، فيما يختص بالنسبة للمالية للسنة المالية 2018 فقد قدرت الإيرادات بعامة بنحو 2,300,000,000 دينار، منها 1,800,000,000 دينار إيرادات نفطية وحوالي 560,000,000 دينار إيرادات غير نفطية. أما المصروفات العامة فقد قدرت بنحو 3,500,000,000 دينار، علما بأن الإيرادات قد قدرت على أساس أن أسعار بيع النفط بقيمة $55 للبرميل، فيما قدرت مصروفات المشاريع للسنتين الماليتين 2017-2018 بمبلغ 350,000,000 دينار لكل سنة مالية، ويبلغ تقدير العجز في الميزانية العامة بحوالي 1,300,000,000 دينار في عام 2017 و1,200,000,000 دينار في عام 2018. وقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الوزارات والجهات الحكومية كلا فيما يخصه العمل على تعزيز النمو الاقتصادي وتنويعه واعتماد سياسة عامة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية العامة للدولة خلال 3 دورات ميزانية، وأن تتقيد الوزارات والجهات الحكومية بالميزانيات المعتمدة لها وعدم تسديد أي التزامات مالية تفوق الميزانية المخصصة لها. إلى ذلك فقد وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض التشريعات المكملة لمشروع قانون الميزانية والمتعلقة بإصدار سندات التنمية واحتياط الأجيال القادمة. ثانيا، أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة التنسيقية لمزيد من الدراسة آليات تنفيذ كل من الاتفاقيات الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ثالثا، وافق مجلس الوزراء على مشروع لتحسين نوعية المياه المعالجة التي يتم تصريفها في خليج توبلي بتقنية متقدمة تتيح المجال لتنظيف الخليج ذاتيا وخفض الروائح المنبعثة عن الغازات فيه، وذلك في إطار مشروع المرحلة الثانية لمياه الصرف الصحي، حيث وافق المجلس على توصية اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق بشأن تمويله. رابعا، أخذ المجلس علما من خلال مذكرة سعادة وزير شؤون الكهرباء والماء بالاستعدادات التي اتخذتها هيئة الكهرباء والماء لمواجهة صيف 2017 على صعيد قطاع الإنتاج وقطاع النقل وقطاع التوزيع الخاص بالكهرباء والماء، بما تم تدشينه من محطات النقل والكابلات الأرضية لرفع اعتمادية الشبكة العامة للكهرباء وتلبية الطلب المتزايد عليها، والاستعدادات والإجراءات التي اتخذت لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين وفي التعامل مع الانقطاعات الطارئة بصورة فورية. حيث أثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الجهود التي يطلع بها وزير شؤون الكهرباء والماء والعاملين في الوزارة وفي هيئة الكهرباء والماء في هذا الشأن.